أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين مستهلة بأبرز العناوين. القوات العراقية تصد هجوما لداعش شمال سامراء وحظر تجوال في تكريت بعد العثور على سيارة مفخخة. مقتل 5 جنود أتراك في معارك مع تنظيم داعش في مدينة الباب شمال سوريا. قتلى وجرحى في اشتباكات للسيطرة على العاصمة الليبية بين قوات موالية للغويل وأخرى داعمة للسراج. صورة تذكارية لأكثر من 500 شخص ينتمون إلى عائلة واحدة في الصين في أكبر لم شمل أسروي في العالم. أهلا بكم. استشهد 5 عسكريين عراقيين بتفجير سيارة مفخخة لداعش في منطقة المخزوم عند مدخل عملية الفلوجة وفق مراسلنا. كما استشهد شخصان وأصيب 5 آخرون خلال صد القوات العراقية هجوما لتنظيم داعش على مناطق في شرق قضاء الدور شمال سامراء. هذا وقد فرض حظر تجوال في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد العثور على سيارة مفخخة. وسينضم إلينا الآن زميلنا عبد الله بدران مراسل ميادين بغداد للوقوف عند هذه التطورات الهامة. عبد الله، وهذه التحركات لداعش، هذه التفجيرات، ماذا في تفاصيلها؟ نعم لنا، بالفعل هي محاولة ضرب خطوط إمداد رئيسية الأولى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد باتجاه محافظة ديالى. محافظة ديالى تحادي العاصمة بغداد من شرقها ومن شمالها الشرقي، وهي تحادي محافظة صلاح الدين من حدودها الغربية. كذلك تتصل بمرتفعات حمرين التي تشكل عقدة مواصلات ما بين ديالى صلاح الدين وجنوب كركوك. داعش يركز على هذه النقطة المهمة. عسكريا وفق التقديرات هو لا يستطيع الإمساك بها أكثر واحتلالها لفترة طويلة، لكنه يستهدف خط إمداد رئيسي لعمليات نينوى في جنوبها، ويعتمد في حركته على الخلايا الموجودة سواء في أطراف بساتين الضلوعية باتجاه الغرب من محافظة صلاح الدين، باتجاه الشرق من محافظة صلاح الدين، بالاعتماد على منطقة مطيبيجة. طبعا الموضوع أثار أكثر من دعوة لأن تتحرك قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات دجلة المسؤولة عن أمن محافظة ديالى للسيطرة على مطيبيجة التي هي إداريا تتبع الضلوعية جنوب جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين. ومنها انطلق داعش هدد أمن سامراء في الفترة الأخيرة وشن هجمات على خط الإمداد عند منطقة حمرين. الهجمات واضح جدا أن التنظيم يحاول قدر الإمكان استهداف هذا الخط المهم لإمداد القطاعات العسكرية العراقية والطريق الدولي الرابط ما بين بغداد والمحافظات الشمالية، وهو ذات الطريق الذي يربط بغداد بديالى مرورا بصلاح الدين بشمالها الشرقي. داعش هاجم عند نقطة مطيبيجة وحاول التسلل باتجاه نهر الزرقاء. أحبط الهجومان من قبل قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي في نهر الزرقاء جنوب غرب طوز خرماتو التي تقع شمال شرق محافظة صلاح الدين. حاول داعش التسلل لدخول المناطق التي تتواجد بها قوات الحشد الشعبي كمناطق صد واشتباك مع مسلحي داعش، خصوصا عند الأطراف الغربية لقرية وقصبة بشير. كل ذلك في المدى البعيد وفق القراءات العسكرية يمنع أو يحاول داعش أن يمنع من خلاله أي حركة تتجه بها القطاعات العسكرية العراقية تجاه الرشاد أو العباسي أو الحويجة أو المنطقة الجغرافية التي لا يزال يحتلها في جنوب غرب كركوك وأبرزها الحويجة. وفق المعلومات داعش قام باعتقال 300 وما يزيد عن 350 مدنيا بتهمة مغادرة أرض الخلافة. هذه الحادثة حصلت في الحويجة. لذلك مع هذا الاعتقال الذي طال المدنيين مع العمليات التي شنها التنظيم هي محاولة لفتح جبهة أو سحب تركيز القطاعات العسكرية العراقية التي أتمت الاستعدادات لمعركة الساحل الأيمن في الموصل أو الحصار المطبق على داعش عند غربها في تل العفر. حاول المهاجمة في شرق الأنبار عند حاجز ومدخل رئيسي باتجاه الفلوجة. حاول مهاجمة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وأن أحبط الهجوم بعد أن عثر على سيارة مفخخة. مضطر القطاعات العسكرية العراقية أن تفرض حظر تجوال في مركز صلاح الدين وأن رفع بعد حين. وهاجم وأن أحبط الهجوم في شمال صلاح الدين تحديدا عند بيجي. ولذلك الخلايا التي تحركت في هذه المنطقة هي تتبع وفق التقديرات التنسيق العنقودي
في الحويجة مقر قيادة وسيطرة مهم لمسلحي داعش. حرك الخلايا النائمة في شمال صلاح الدين عند بيجي، حاول مهاجمة في منطقة الحراريات ومرتفعات مكهول، وأيضا أحبط الهجوم من قبل قوات الحشد الشعبي. وفي جنوب الحويجة هو حاول المهاجمة وسيطر على طريق حمرين الرابط بحاول عظيم في شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، ولذلك هو يحاول أن يوجه أكثر من ضربة. تتوقع القطاعات العسكرية العراقية أن هذه محاولات لسحب التركيز الذي وضع لخطة تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل. لذلك النصح المقدم هو أن تكون هناك عمليات استباقية، عمليات الاستخبارات العسكرية العراقية مشابهة لما حصل اليوم من إحباط هجوم في غرب العاصمة العراقية بغداد بحزامين ناسفين، وإلقاء القبض على خلية لما يعرف بولاية بغداد كانت بنية مهاجمة الحدود الإدارية ما بين العاصمة العراقية بغداد عند أبو غريب المتصلة بمحافظة الأنبار. نعم. شكرا عبد الله بدران مراسل ميادين على كل هذه المعلومات، كنت معنا من بغداد. وفي المقابل أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وجود تعاون كبير بين المواطنين العراقيين والأجهزة الأمنية في المحافظات التي جرى تحريرها من تنظيم داعش، وقدم شكره للمحافظات التي قدمت مساعدات للمحافظات المحررة. وفي كلمته خلال ترأسه اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، أشار العبادي إلى استمرار الحكومة في عملية نقل الصلاحيات للمحافظات والتأكيد على تعاون الحكومات المحلية مع الحكومة المركزية للارتقاء بالواقع الخدمي وفق تعبيره. تؤدي إلى مزيد. تتواصل المعارك في محيط مدينة الباب شمال سوريا بين مقاتلي درع الفرات المدعومين من تركيا ومسلحي داعش بحسب ما أفاد به المرصد السوري المعارض. وسائل إعلام تركيا قالت إن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب 10 بجروح في اشتباكات مع داعش في محيط المدينة. وقد أظهر مقطع مصور نشره المقاتلون إطلاق نار من مدفعية ثقيلة في المنطقة، وتحاول القوات التركية ودرع الفرات دخول إلى الباب منذ أسابيع في قتال أدى إلى مقتل 10 جنود الأتراك. هذه طريق قديمة بين مدينتي الباب وحلب. أنا في الباب ولكن ليس في وسط المدينة، نحن في ضواحيها. لقد وصلنا إلى هذا المكان بفضل الله. وفي غضون ذلك استبعد مسؤول في الخارجية الروسية إنشاء تركيا منطقة عازلة شمال سوريا حاليا. هذا ووضع التفاهم الروسي أو وضع التفاهم الروسي التركي عفوا مصير مدينة الباب مرة ثانية على المحك، إذ نجح التنسيق الروسي بين المهاجمين الأتراك في الشمال والجيش السوري في الجنوب بتفادي الصدام. ديما نصيف. أبو أسامة الشامي في وداع الكاميرا وداعش، والهدف رتل تركي سيفجر مفخخته بين آلياته، وهو ليس الأول الذي يفجره داعش. العشرات من المفخخات الانتحارية أعاقت لوقت طويل أرتالا تركية كثيرة عن السيطرة على جبل الشيخ عقيل والإشراف على مدينة الباب غربا. بعد اشتباكات لمدة 3 أيام على محور مدينة بزاعة تمت الآن السيطرة على المدينة بالكامل. السيطرة التي يعلنها قيادي في السلطان مراد لم تدم سوى دقائق الإعلان أمام الكاميرا. داعش خرج من الكمائن وانقض على القوة المهاجمة من درع الفرات في بزاعة ومنع الأتراك من التحكم بسير المعارك. الغارات روسية على داعش في محيط الباب لمساندة تقدم القوات السورية ودفع التنظيم من أكثر من 30 قرية نحو المدينة. الجيش السوري انتزع العويشية وعقدة التحكم في خطوط إمداد داعش نحو الرقة وأحكم الحصار عليه جنوبا. مدينة الباب بين فكي كماشة، الأتراك ودرع الفرات يحاولون إغلاق الشمال والشمال الشرقي والجيش السوري في الجنوب والغرب، والروس في السماء وغرف التنسيق بين المحاصرين وتحديد من سيمسك بالمدينة التي باتت ساحة اختبار لمسار أستنا والتفاهم الروسي التركي في القتال ضمن جبهات متقاربة.
التنسيق الروسي يمنع أي صدام بين المهاجمين من الأرتال التركية وطلائع الجيش السوري. مفاتيح المدينة لا تزال إلى حد بعيد بيد الروس. كتائب مدفعية وهندسة وصواريخ مع الطائرات تحدد اتجاه الميدان. إذا انسحبت داعش من المدينة من المرجح أن تكون هناك نوع من التسويق، أن يكون الروس هم الذين يضبطون إيقاع العمل العسكري من جانب الجيش السوري وأيضا من جانب الجماعات المسلحة الموالية لتركيا. الباب لن تكون أرض لمعركة بين السوريين والأتراك، وإنما كما ذكرنا هي مدخلا أو بابا للمساومات. الباب قد تكون للأتراك شريطة الإمساك بجبل الشيخ عقيل، مفتاح المدينة الاستراتيجي الذي لا يزال داعش يقاتل فيه. والجيش السوري لن يجد معترضا لسبيله إذا ما قرر دخول المدينة. الأتراك بعد 3 أشهر من التعثر والهزائم قد يغلقون في الباب الممر الأخير بين شرق الفدرالية الكردية وغربها، فيما الجيش السوري يستعد لما بعد الباب وتأمين طوق حلب والانعطاف جنوبا نحو معركة مرتقبة في الرقة. ديما نصيف، دمشق، الميادين. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن معركة الباب في الشمال السوري تتحول إلى اختبار جيوسياسي للحرب. وبحسب مصادر الصحيفة فإن روسيا وتركيا اتفقتا على أن الجيش السوري وحلفائه هم من سيدخلون مدينة الباب للمسلحين، لأن روسيا تصر على شرط استعادة الباب بحسب ما جرى الاتفاق عليه في أستانا. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري تركي أن وفدا تركيا سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الخيارات العسكرية من أجل استعادة الرقة. وحول تطورات الباب ينضم إلينا من حلب مراسل ميادين رضا الباشا. إذا رضا، سنرصد معك آخر أخبار المعارك التي تجري في الباب وحولها على الجهتين، أكان ما يقوم به درع الفرات أو حتى الجيش السوري. تفضل. نعم لنا فعلا من جهة درع الفرات دعينا نتحدث. إلى الآن فشل مسلحو درع الفرات حتى الجيش التركي من السيطرة على جبل الشيخ عقيل. المعارك ما تزال مستمرة. الأنباء تتحدث عن استخدام مسلحين من درع الفرات من أجل دعم القوى العسكرية التي تعمل على دحر داعش ودفعه عن جبل الشيخ عقيل من أجل السيطرة ناريا على القسم الشمالي من مدينة الباب. ولكن إلى هذه اللحظة فشلت كافة محاولات مسلحي درع الفرات من أجل السيطرة على جبل الشيخ عقيل أو حتى على المشفى الوطني. طبعا ما يظهر من صور على صفحات التواصل الاجتماعي تنسيقيات الجماعات المسلحة، جميع الصور توضح تواجد المسلحين درع الفرات من الجهة الشمالية لمدينة الباب عند المدخل الشمالي للمدينة. وهذا التواجد هو تواجد تقريبا عمره ما يقارب الشهر. إلى الآن فشلت هذه الفصائل أن تتقدم أكثر باتجاه مدينة الباب. كل ما أشيع عن السيطرة عن السكن الشبابي أو جبل الشيخ عقيل أو المشفى الوطني من قبل مسلحي درع الفرات كانت مجرد إشاعات، لم تكن لها تواجد على الأرض. قتل حتى الآن للأتراك من جنود الجيش التركي تحديدا أكثر من 15 جنديا تركيا في المعارك التي فتحت في الجهة الشمالية لمدينة الباب وتحديدا في جبل الشيخ عقيل ومحيط المشفى الوطني لمدينة الباب. في الطرف المقابل إذا ما أردنا أن نتحدث عن تقدم الجيش السوري، هذا اليوم تمكن الجيش السوري من السيطرة على قرية الشوامية ومزارعها، إضافة إلى السيطرة على قرية دير قاق في الجهة الغربية لمدينة الباب. يبدو الجيش السوري بأنه يتقدم بالتوازي من الجهة الجنوبية الشرقية، وكذلك الأمر بسرعة ثابتة أيضا من الجهة الجنوبية الغربية ومن الجهة الجنوبية للمدينة. تحاول طلائع الجيش السوري أن تتقدم على المحاور الثلاثة من أجل أن تكون قواتها متواجدة في محيط مدينة الباب بشكل كامل وعلى مسافة واحدة من محيط مدينة الباب في حال قررت اقتحام هذه المدينة. ولعل الأهم هو قطع خطوط إمداد تنظيم داعش، إضافة إلى منع إمكانية أي انسحاب لمسلحي تنظيم داعش من مدينة الباب بعد السيطرة على التلال المحيطة في الجهة الشمالية الشرقية وتحديدا تلة الحوارة التي تعتبر مشرفة على قرية الشامي المتواجد فيها مسلحو درع الفرات. هذا الإشراف الناري طبعا من الجهة الجنوبية، يتواجد مسلحو درع الفرات من الجهة الشمالية لهذا الإغلاق، لإغلاق الطوق على هذه المنطقة.
هذا الأمر لربما يمنع تكرار سيناريو تسليم مدينة الباب لمسلحي درع الفرات كما كان في مدينة جرابلس، استلام وتسليم، وكانت سقوط لمدينة جرابلس بسرعة تقريبا أقل من ساعة. كان مسلحو درع الفرات قد سيطروا على جرابلس. يسعى الجيش السوري أن لا يسمح لتنظيم داعش لربما للانسحاب من مدينة الباب، وإنما القضاء على داعش في هذه المنطقة لكي لا يشكل مسلحو تنظيم داعش الذين يريدون الانسحاب من الباب لا يشكلون عائقا وتهديدا له في حال انسحبوا باتجاه مدينة دير حافر التي تعتبر أيضا أحد أهداف الجيش السوري في الريف الشمالي في الريف الشرقي لمدينة حلب. شكرا رضا على كل هذه المعطيات الميدانية، مراسل الميادين كنت معنا من حلب. وفي المقابل توقع المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش عزل مدينة الرقة معقل التنظيم في سوريا خلال أسابيع، وأوضح أن المدينة لن تكون محاصرة تماما إلا أنه سيصبح من الصعب جدا الدخول إليها أو الخروج منها. في غضون ذلك تواصل قوات سوريا الديمقراطية استعداداتها للتقدم باتجاه الرقة، وكانت الأسبوع الماضي قد أعلنت بدء هجوم جديد ضد داعش من الجهة الشمالية الشرقية أو الشمالية عفوا الجهة الشمالية فقط للرقة. قالت مصادر محلية أن تنظيم جند الأقصى قاطع حماة المعروف بلواء الأقصى سيطر على بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي وأعلنها عبر مآذن المساجد إمارة إسلامية مركزية له. وبحسب المصادر فإن التنظيم اعتقل أكثر من 250 مسلحا معظمهم من فصيل جيش النصر الذي كان حليفه في وقت سابق، واستولى على مخازن الأسلحة وذخائر وآليات. هذا ونشر تنظيم لواء الأقصى حواجز ومدافع ثقيلة في التلال الواقعة تحت سيطرته بدءا من خان شيخون وصولا إلى تلال مرك. مسار تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار في سوريا والمحادثات السورية السورية بحثها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا مع نظيره التركي مولود شاوشأوغلو. بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أوضح أن الوزيرين ناقشا مسار تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالمحافظة على نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا والمساعدة على إنشاء مفاوضات فعالة بين ممثلي الحكومة والمعارضة في منصتي أستانا وجنيف. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل 11 مسلحا من تنظيم داعش أو القاعدة عفوا في ضربتين جويتين قرب إدلب في سوريا خلال الشهر الجاري، وأضافت أن القوات الأمريكية نفذت الضربتين في الثالث والرابع من الشهر الحالي، وقالت أيضا أن الضربة الأولى أدت إلى مقتل 10 عناصر، فيما أدت الضربة الثانية إلى مقتل القيادي أبو هان المصري الذي كانت تربطه صلات بكبار قادة التنظيم. مع إغلاق تركيا معبر نصيبين الحدودي الذي يربطها مع مدينة القامشلي والذي كانت تستخدمه المنظمات الدولية لتمرير المساعدات الإنسانية إلى الحسكة، ازدادت احتياجات اللاجئين في مخيمات المحافظة. تزداد احتياجات اللاجئين العراقيين في محافظة الحسكة. مخيمات العراقيين الثلاثة في عين الخضرة وخان الجبل والهول استقبلت الآلاف من اللاجئين الفارين من معارك الموصل، إضافة إلى إيزيديين هجرهم الإرهاب، ما يزالون حتى اليوم في مخيمات بريف مدينة المالكية بالقرب من الحدود السورية العراقية. كما تستقبل هذه المخيمات نازحين جراء القصف والمعارك الدائرة في ريفي الرقة ودير الزور. طبعا الحسكة اليوم باتت في حاجة كبيرة في ظل السنوات الستة التي مرت فيها من انقطاع الطرق البرية والتكاليف الكبيرة حتى في حال وصولها. تضاعفت الاحتياجات نتيجة ازدياد أعداد الوافدين إلى المحافظة، لكن الإعانات الدولية تضاءلت بشكل كبير، فانخفض عدد السلال الغذائية الواصلة إلى المحافظة من أكثر من 350 ألف سلة غذائية في العام 2015 إلى نحو 100 ألف سلة غذائية طيلة عام 2016، وهي لا تسد حاجة شهر ونصف من متطلبات المحافظة التي تقدر في الشهر الواحد ب 70 ألف سلة غذائية. توزع خلال العام الماضي 106 ألف سلة، خلال الشهر هذا عندنا 10,600 سلة، فالعدد قليل قياسا مع النازحين أو اللاجئين. تراجع المساعدات يعود إلى إغلاق السلطات التركية معبر نصيبين الحدودي الذي يربطها بمدينة القامشلي والذي كانت تستخدمه المنظمات الدولية لتمرير المساعدات الإنسانية إلى المحافظة، بما أن داعش يسيطر على كافة الطرق البرية الواصلة إليها من العاصمة دمشق وبقية المحافظات. كان هناك دخول عن طريق معبر نصيبين وأيضا أغلق معبر نصيبين من الجانب التركي.
إغلاق السلطات التركية غير المبرر للمعبر دفع بالحكومة السورية والمنظمات الدولية إلى تشغيل جسر جوي من مطار دمشق الدولي إلى مطار القمشلي لنقل احتياجات المحافظة الإنسانية برغم ارتفاع التكاليف. إلى ليبيا الآن، حيث نشبت اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بمناطق حي الأكواخ وأبو سليم والهضبة وسط المدينة وجنوبها. المعارك تدور بين قوات موالية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل. دلول حديدان. حرب السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس متواصلة، وآخر معاركها اندلعت منذ أمس. خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ يحاول من جديد وضع اليد الأمنية على المقر الحكومية وإخراج رئيس حكومة الوفاق فايز السراج من المعادلة السياسية المقبلة. معارك عنيفة عرفتها مناطق مشروع الهضبة في طرابلس بين قوة الردع والتدخل المشترك التابعة لحكومة الوفاق وقوات الحرس الوطني التابعة لحكومة الإنقاذ. قوات الحرس الوطني التابعة لخليفة الغويل تمكنت من السيطرة على مقر الفرقة 29 في مشروع الهضبة جنوب طرابلس باستغلال لغياب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، حيث استقدم الغويل قواته من مصراتة مع عتاد عسكري ثقيل. ضحايا سقطوا في تجدد الاشتباكات، ورغم ذلك لم يقطع السراج زيارته لتركيا، ومجلسه الرئاسي في صمت مطبق، ومقر المجلس بات قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح تحت يد الغويل. التحركات الأخيرة يحاول الغويل من خلالها الحلول مكان السراج ووضع يده بيد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في ظل تواتر أنباء عن تسليمه قيادة البلاد وفق مبادرة دولية وإقليمية. في الأروقة السياسية يجري الحديث عن مراجعة لاتفاق صخيرات. المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قال في جلسة لمجلس الأمن إن مفاوضات تجري تعديل الاتفاق. المباحثات حول تعديلات محتملة للاتفاق السياسي ولا سيما حول دور محتمل لحفتر أحرزت تقدما في الشهرين الماضيين. إنني مقتنع بإيجاد إطار في الأسابيع المقبلة تحل هذه المسائل من خلاله. كوبلر حريص على موافقة مجلس النواب الليبي في طبرق على هذه التعديلات وعلى ألا يعيد سيناريو العام الماضي الرافض لحكومة السراج. صدى الميادين العسكرية قد يصل خافتا إلى هذه المنابر وقد يترجم صخبا في معارك لاحقة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي المحلل السياسي عصام التجوري. أهلا بك سيد عصام. هذا الصراع برأيك إلى ماذا سيؤدي؟ أولا تحية لكم المتابعين الكرام. أعتقد أن إصرار المنظومة الدولية والمجتمع الدولي متمثلا في المبعوث الأممي سواء كوبلر أو سبقه من ليون أو طارق بتري على قراءة المشهد الليبي بشكل خاطئ، والحديث عندما يتحدث عن إرادة الليبيين ويضعها في أشخاص ويرفض قراءة المشهد هو والمجموعة الدولية لفرض أجندتهم ويتجاهلون الموقف العام. عندما نتحدث على مجلس النواب مثلا، ليس هو مجلس النواب مدينة طبرق، هو مجلس النواب الذي انتخب يوم 25/6/2014 بانتخابة حرة نزيهة عبر انتخابات شهد لها العالم، سواء حتى خصوم ويعرف بتيار الإسلام السياسي في ليبيا لم يستطيعوا الطعن في تزويرها. انبثق عن هذا مجلس النواب حكومة مؤقتة، وانبثق عن هذا مجلس النواب بحكم أنه كان يحمل صلاحية القائد الأعلى في الدولة الليبية، لأنه يحمل صفة أيضا رئيس الدولة التي لم يتنفذ إلى الآن استحقاق انتخاب الرئيس بشكل مباشر. انبثق عنه قيادة للجيش متمثلة في رئاسة الأركان والقيادة العامة، أي بمعنى أن مجلس النواب والجيش المنبثق عنه وقياداته هو يمثل إرادة كل الليبيين. هناك مجلس النواب مشكل من أعضاء من جنوب ليبيا ومن طرابلس ومن غرب البلاد ومن الغربي ومن وسط البلاد سواء من مدينة مصراتة أو غيره، مع وجود كل من المقاطعين يمثلون تيار معين الذي خسر الانتخابات بإرادة حرة نزيهة. حديث كبرى عندما يتحدث عن حفتر وكأنه أنه شخص باسمه ويقود مجموعة مسلحة وموازاته بمجموعات مسلحة مارقة وانقلبت على الشرعية بعد خسارة الانتخابات واحتلت طرابلس ومدن معينة واندحرت الآن أمام ضربات القوات المسلحة ودعمت جماعات الإرهابية متمثلة بتنظيم داعش والقاعدة، هذا يجعلنا نقول بكلمة واحدة بأن المجتمع الدولي لا يريد حل الأزمة في ليبيا بل إدارة الأزمة للسيطرة على هذا الشرق الأوسط بشكل عام، كما يسيئون إدارة الملف السوري ويسيئون إدارة الملف اليمني والعراق وغيرها من الملفات السابقة بما فيها القضية الفلسطينية كقضية مفصلية للعرب. هذه هي المجتمع الدولي حقيقة عندما يسمى تسمى الأمور بغير مسمياتها. إحاطة كوبلر عندما حاول أن يستثمر انتصارات الجيش. نعم عفوا، بس يبدو أن هذا الصراع الذي يحدث الآن بين الغويل والسراج قد يقود مارتن كوبلر إلى مراجعة اتفاق الصخيرات، هل ترى ذلك؟
كوبلر هو ولجنة الترتيبات الأمنية أول خرق للاتفاق السياسي كان عدم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل حرفي وهو إخراج هذه المجموعات المسلحة من خارج طرابلس وباقي المدن. إصرارهم على احتوائها وتشكيل ما يعرف بحرس الرئاسي وأتوا بملصق بدل ما كانت كتيبة مثلا البركان أو مسمى من هذه المسميات نزعوا هذا الملصق ووضعوا ملصق حرس رئاسي وهي نفس المجموعات المسلحة التي تعد في نظر لبيه ميليشيات غير منضبطة يقودها مجموعة من المدنيين وفيها مسلحين مدنيين استولى على السلاح بعد انهيار الدولة في 2011 وتسميتها بأنها حرس رئاسي ووضعها ضمن مجموعات مسلحة أخرى ترفض الاتفاق السياسي وتريد حصة في حكم ليبيا في داخل العاصمة طرابلس. هو هذا ما جناه كبرى بهذه السياسات. هم لا يريدون حل الأزمة في ليبيا. الاقتتال الآن بين حكومة أمر الواقع التي فرضتها ميليشيات الإسلام السياسي مع حكومة الأمر الواقع الثانية التي فرضها المجتمع الدولي عبر قرار 2259 ما يسمى بحوار الصخيرات أو اتفاق السياسي الليبي الذي جمع أشخاص لا يمكن أن يوصف بينهم فرقاء بل هم أدوار كومبارس. هناك من جلس على طاولة الحوار الليبي لا يمثل حتى 10 أنفار في ليبيا أو أفراد لا يملك حتى قوة شعبية أو مؤيدة أو محل استهجان ومطرود حتى من مدنه. أتوا به كمفاوض ليشكلون هذا المهرجان أو المسرحية أمام المجتمع بين الليبيين يتحاورون. هذه النتيجة. الآن طرابلس في حالة غليان واقتتال في كل شارع في طرابلس والوضع يتجه إلى الانفجار. من أسس لذلك؟ هو هذا المجتمع الدولي متمثلا في اليون والمجموعة الدولية وبغير بعده كوبلر الذين لا يريدون حل الأزمة في ليبيا كما لا يريدون حلها في الوطن العربي بشكل عام. طب سيد عصام أمام هذا المشهد هل برأيك الحل بيد المجتمع الدولي؟ يعني ما زال يملك مفاتيح الحل أم أن الميدان الآن هو الذي سيحسم كل شيء؟ الكلام هنا لدينا صراع حقيقي. نحن صراع أمام وجود يا أما تقوم دولة ليبيا يا أما لا تقوم. نحن تحكمنا مجموعات إرهابية تسيطر على مقدرات البلد. طرابلس بحكم أن الدولة نظامها مركزي ولا يوجد توزيع للسلطات من 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 قرابة 1963 سيطر على المؤسسة الاقتصادية والمالية في ليبيا. هذه المجموعات المسلحة التي تحمل فكر تنظيم القاعدة وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الجماعة الليبية المقاتلة الذي انبثق عن القاعدة وأيضا الآن يدخل على خط تنظيم الدولة كما هو معروف في العالم ويدعون محاربته هذا التيار الإسلامي السياسي كما حاول المجتمع الدولي تسويقه بأنه تيار نفسه بأنه تيار معتدل سيحتوي الإرهاب. هو من دمع الإرهاب في مدينة بنغازي وكل بقاع ليبيا وهو تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين. المجتمع الدولي ما زال يتعامل معهم. هم مطلوبين أمام القضاء الليبي ومطلوبين أمام المجتمع الدولي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويريدون إعادتهم المشهد في ضرب في ضرب مباشر لأكبر مفاهيم العدالة والإنسانية وهي الملاحقة والمحاسبة وعدم منع والإفلات من العقاب. كيف ستقوم دولة يرأسها مجرمون دعموا الإرهاب؟ هذا الفارق وهذا المعضلة في لدى الفكر الليبي الآن. نحن لدينا إرادة ولدينا مؤسسة عسكرية ويقودها قيادات متمثل منبثق على البرلمان الذي يمثل كل الليبيين الذي أجبر أن يتخذ من طرابلس مقرا مؤقتا بحكم العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة والجماعة الإخوان المسلمين في بنغازي التي سيطرت بقوة السلاح على بعض المقرات هناك. فبالتالي نحن هنا الآن أمام قضية وطنية حقيقية وهو الانتصار للمؤسسة العسكرية ومتمثلا في الدعم الحقيقي لهذا المشروع وإسقاط كل مشروع وساية ولو كانت غير معلنة. شكرا لك. شكرا لك أستاذ عصام تجوري المحلل السياسي كنت معنا من بنغازي. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول هي الإرهاب. موقف السيسي أتى في خلال كلمة له في ندوة تثقيفية للقوة المسلحة. مين يقدر يضرب سوريا كده؟ مين يقدر يضرب ليبيا كده؟ مين يقدر يضرب العراق كده؟ مين يقدر يضرب اليمن كده؟ الإرهاب بس اللي يقدر. ويقدر يضرب سنة واثنين وثلاثة واربعة. ده أول رسالة لينا كلنا. الرسالة اللي عايز أقولها للجيش اللي موجود دلوقتي، عرفت قد إيه عظم وشرف مهمتك؟ الظاهرة مستمرة وفيها بعد قليل انفجار في أحد المعامل النووية شمال غرب فرنسا. أهلا بكم من جديد. قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن محاولات إيجاد شرخ بين إيران وسوريا وروسيا وحزب الله انتهت مع الانتصار الأخير في حلب. الشيخ قاسم وفي حوار مع صحيفة البناء اللبنانية أضاف أنه إذا أراد ترامب إيجاد حل في سوريا فعليه أن يسلك المسار السياسي
أما أن يكون النقاش موجه لكيفية التعامل مع حزب الله وإيران فهذه بداية خاطئة. وشدد الشيخ قاسم على أن تركيا لا تملك القرار في إزاحة حزب الله عن موقفه بالعلاقة مع سوريا، كما أكد أن موضوع حزب الله ليس على طاولة البحث ولا علاقة له بالحل السياسي، مشددا على أن الحزب سيخرج من سوريا إذا اتفق السوريون ولم تعد هناك حاجة إلى حضوره ميدانيا. وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان قال إن الادعاء الأمريكي بحصول اختبار صاروخي جديد قامت به إيران هو غير صحيح. العميد دهقان أضاف إن هدف أمريكا من هذه الادعاءات المختلقة هو العداوة والتخويف من إيران، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني سيرد على أمريكا خلال مسيرات ذكرى انتصار الثورة غدا الجمعة. مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي قال إن وصول شخص إلى البيت الأبيض يطلق تصريحات متناقضة وغير مدروسة هو دليل على ضياع الغرب وفشله. ولايتي وفي كلمة له لمناسبة ذكرى انتصار الثورة قال إن هذه التصريحات كشفت هزيمة أمريكا وفشلها في تجزئة الشرق الأوسط. ننصح الرئيس الأمريكي بمشاورة أسلافه للتعلم من تجربتهم وأن يتوقف عن التصعيد والتصريحات غير المنطقية عن الدول الإسلامية. على السيد ترامب أن يعلم أنه إذا استمر في تماديه على الدول الإسلامية فإن المسلمين سيلقنونه درسا لا ينساه. بدوره رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن زمن تسلط أمريكا على إيران قد ولى. وردا على تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض قال قاسمي أن أمريكا قد تكون تتعرض لمتغيرات ولكن لم يتغير وفق ما هو ظاهر ما هو عداء لإيران ولشعبها. قاسمي أضاف أن ما لم يتغير أيضا هو إيمان إيران وعزمها حكومة وشعبا على الحفاظ على استقلالها ومواجهة مؤامرات مسؤولي البيت الأبيض. صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مسؤولين عسكريين واستخباريين حذروا البيت الأبيض من إدراج الحرس الثوري الإيراني في لائحة الإرهاب. هذا وتبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفق ما أعلن مسؤولون أمريكيون قبل يومين. في فرنسا أصيب عدد من الأشخاص بانفجار في أحد المعامل النووية في منطقة شمال غربي فرنسا، وأكدت السلطات الفرنسية عدم وجود مخاطر تسرب إشعاعي، فيما أعلنت شرطة النورماندي أن الانفجار محدود ولا يؤثر في السكان. لا يزال شبح الهدم الإسرائيلي يتهدد قرية أم الحيران في النقب وغيرها من القرى الفلسطينية. هناء محمد. أسبوعان مر على استشهاد أحد سكانها وهدم 15 منزلا فيها، والخوف لم يبارح قرية أم الحيران الفلسطينية في النقب. هو خوف من هدم جديد سيطاول هذه المرة بيوتا متنقلة حصلوا عليها من تبرعات شعبية لتحميهم من برد الشتاء. يعني الناس وين بدهم يسكنوا؟ وين؟ يعني وين بدهم يناموا على الأرض؟ يعني هدوا غرفهم. الناس ما ناموا في دور، ما دبر عالم، ناموا فوق الدور. يعني ايش هذا مقبول؟ احنا بنعاني هون وعايشين في النقب في حكم عسكري، حكم يعني 48 ما كان زي اليوم، لانه احنا اليوم اللي قاعد ان الشرطه اسرائيل هي الشرطه هي اللي بتحاول تهجرنا، واليوم بدهم يرحلونا. ليش؟ لانه بدهم يقيموا مستوطنه يهوديه. قرية أم الحيران لا تواجه شبح الهدم الإسرائيلي لوحدها، ففي أنحاء صحراء النقب عشرات القرى غير المعترف بها التي تواجه أخطار الهدم والتهجير والتهويد. للمرة التاسعة بعد المئة تهدم قرية العراقيب، وفي عقدها التاسع هجرت هذه السيدة من منزلها في قرية وادي النعم بعد هدمه. اليوم الصبح جو الشرطة هان الصبح بدري، كوخ بتخوف كثيرة، وطلعوا وهجموا علينا وهدوا البيت وطلعنا العجائز برا الختيريات. عشرات الآلاف من أبناء قرى النقب يعانون ظروفا معيشية صعبة بسبب سياسة التمييز العنصري الإسرائيلي، يفتقرون إلى مقومات الحياة البسيطة كشبكات الكهرباء والمياه. فهذه مثلا محطة للكهرباء تمتد على أرض وادي النعم المحرومة منها. هناء محميد، صحراء النقب، الميادين. رفضت حركة حماس عرضا قدمته إسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة بينهما لأنه لا يلبي أدنى شروطها. الرفض أثار اهتمام المراقبين في إسرائيل الذين سارعوا للكشف عن مضمون العرض الإسرائيلي. منال إسماعيل.
كشف الجناح العسكري لحماس عن تلقيه عرضا جديدا من إسرائيل عبر وسيط بشأن صفقة تبادل الأسرى قوبل بصمت رسمي إسرائيلي، صمت لم ينسحب على وسائل الإعلام الإسرائيلية. القناة العاشرة الإسرائيلية أوردت العرض الإسرائيلي لحماس من خلال الحديث عما يمكن لإسرائيل أن تقدمه وعما إذا كانت حماس مستعدة للقبول به. وبحسب القناة العاشرة فإن إسرائيل مستعدة للإفراج عن محرري صفقة شليط الذين أعيد اعتقالهم في الضفة الغربية بعد خطف المستوطنين الثلاثة، ويبلغ عددهم نحو 80 أسيرا على أن يجري إبعادهم إلى غزة، وهو ما رفضته حماس لأنها تطالب بإطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية. إسرائيل عرضت أيضا إطلاق سراح الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال عملية الجرف الصلب، إضافة إلى رفات شهداء حماس في هذه العملية. عرض غير كاف في رأي حماس لأنها تطالب بالإفراج عن معتقلين محكومين في السجون الإسرائيلية. وهنا يكمن جوهر الخلاف بحسب القناة العاشرة التي قالت إن إسرائيل ليست مستعدة حتى لدراسة هذا الطلب. مراقبون رأوا أن رفض حماس للعرض الإسرائيلي ليس مفاجئا لأنه لا يلبي كما أعلنت الحركة أدنى شروطها، وقالوا إنه كما في صفقة شليط فإن مصر تبدو هي الوسيطة الآن كذلك. في إسرائيل يدركون أن دفء العلاقة بين حماس ومصر يفتح ثغرة لمفاوضات جدية بشأن صفقة تبادل محتملة. هناك نشاط مستمر في الكواليس، أقدر بحذر أن هناك محادثات في الأسابيع الماضية بين حماس ومصر، وأربط هذا التفصيل مع ما نشر حول العرض الإسرائيلي لأفترض منطقيا أن المصريين موجودون عميقا في الوساطة بين إسرائيل وحماس. بدورها عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى قالت إن الحكومة الإسرائيلية هي العنوان بالنسبة إليها لا حماس، وإن تلك الحكومة التي عرفت كيف ترسل أبناءها إلى حرب استمرت 50 يوما عليها أن تعرف أيضا كيف تعيدهم. إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني الميادين بقصف مدفعي وصاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف تجمعات قوات هادي في مديرية المخا جنوب غربي محافظة تعز، واستغارات مكثفة لمقاتلات التحالف على مديرية نهم ومحافظة مأرب. هذه هي الآن مدينة المخا، ندخل الآن إلى مدينة المخا. مدينة المخا الساحلية جنوب غرب محافظة تعز. الصراع على المدينة الاستراتيجية ومرفئها المهم بلغ أشده بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة، وبين قوات هادي المدعومة بقوات التحالف السعودي من جهة أخرى. يؤكد الجيش اليمني أنه ما زال يسيطر على المدينة، وأنه صد المحاولات المتكررة لتحالف السعودي للتقدم نحوها رغم الدعم الجوي من قبل الطائرات الحربية والمروحيات السعودية والبحري المتمثل بالقصف المتواصل من البوارج. قوات التحالف السعودي أعلنت أنها دخلت المدينة وسيطرت عليها وعرضت مشاهد لآليات عسكرية قالت إنها داخل المدينة، لكن الجيش اليمني واللجان الشعبية ردوا بنفي الأمر وعرضوا صورا لمقاتليهم وهم يتجولون داخل المدينة ومرفئها تأكيدا لسيطرتهم عليها. بالتوازي قصفت القوات اليمنية تحصينات قوات الرئيس هادي في مديرية مقبنة غرب تعز، كما قصفت تجمعاتها بقذائف المدفعية في وادي صالة شرق المحافظة. هذا في تعز. أما في مديرية نهم شمال شرق صنعاء فقد أدت غارات تحالف إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال. غارات استهدفت أيضا مديرية صرواح غرب المحافظة بتزامن مع استمرار المواجهات بين الطرفين، كما استهدفت الغارات مزارع النسيم في مديرية ميدي الحدودية بمحافظة حجة. خلف الحدود اليمنية السعودية قصفت قوات الجيش واللجان بالمدفعية مواقع الجيش السعودي في جبل الدخان بجيزان. الجيش واللجان أطلقوا الصواريخ على معسكر عين الثورين والشبكة ومنفذ علب في الربوعة بعسير. يأتي ذلك بعد قصف مدفعي طاول رقابة كرس جوبح في جيزان حقق إصابات مباشرة. في واقعة يمكن أن توصف بأكبر لم شمل أسروي في العالم، تجمع أكثر من 500 شخص ينتمون إلى عائلة واحدة في الصين لالتقاط مجموعة من الصور التذكارية لهم. وتوافد المئات من أفراد عائلة ترن في قرية تشانغزو
وسط الصين خلال الحدث الذي نظمه أحد أفراد العائلة الذي سعى إلى اقتفاء أثر أنساب العائلة وجمع أكبر عدد ممكن من أفرادها في مكان واحد. وفقا لوكالة رويترز فإن الذين لبوا النداء يمثلون أقل من نصف العائلة، إذ يعتقد أن أكثر من 1000 شخص ينتمون إلى عائلة رن ما زالوا على قيد الحياة. يعني مشهد درامي ولا بالأفلام. قرية قرية مستقلة فعلا. الآن من الأرقام العائلية إلى أرقام الاقتصاد معك يا إيسار. أهلا بكم. قفزت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر إلى أكثر من ملياري دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية عقب تحرير سعر صرف الجنيه. وكان دعم الوقود في السنة المالية السابقة قد بلغ مليارا ونصف مليار دولار تقريبا، ما يعني أن تكلفة الدعم زادت بنسبة 46%، علما أن هذه السنة المالية أو أن السنة المالية تبدأ في مصر في الأول من تموز يوليو من كل عام. بدأت شركة النفط الأوروبية شيل تفكيك منصات حقل النفط في بحر الشمال برنت، وسوف تقوم الشركة الأوروبية بتفكيك ما يقرب من 100 طن من الهياكل الفولاذية المكونة لأربع منصات نفطية يتم استخدامها لاحقا في أعمال البنى التحتية في بريطانيا. ومنذ انطلاق الحقول تم استخراج 3 مليارات برميل من النفط، وهو ما يشكل نحو 10% من إنتاج البلاد النفطي. وكانت قد توقفت عمليات الاستخراج من منصة دلتا عام 2011، وتلتها منصة ألفا وبرافو عام 2014، وتنوي بريطانيا إيقاف منصة تشارلي في السنوات المقبلة. استأنفت شركة نفط الجنوب العراقية تحميل النفط من مرفأ البصرة عقب توقف استمر 24 ساعة بسبب أعمال تركيب خط جديد للأنابيب يغذي المرفأ. وتقدر طاقة التحميل في مرفأ البصرة بنحو 1,800,000 برميل يوميا. لم تتأثر عملية التحميل البحرية في 3 مراسٍ أحادية متصلة به. تعتزم شركة توتال النفطية الفرنسية اتخاذ قرار نهائي يتعلق بمشروع غاز تبلغ قيمته ملياري دولار في إيران بالاعتماد على تجديد الإعفاء الأمريكي لطهران من العقوبات. وكانت توتال أول شركة غربية للطاقة توقع اتفاقا مهما مع طهران منذ رفع العقوبات الدولية عنها. ويهدف مشروع الشركة إلى تطوير المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم. وتخوف توتال من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تجديد الإعفاء من العقوبات، وذلك بعد تصريحه أن الاتفاق الذي وقع مع طهران كان الأسوأ على الإطلاق. ارتفع الفائض التجاري الألماني إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي رغم انخفاض الصادرات وتقلص الفائض الشهري في كانون الأول ديسمبر على أساس سنوي. ووصل الفائض التجاري الألماني إلى 252 مليارا و900 مليون دولار متجاوزا مستوى قياسي سابقا عند 244 مليارا و300 مليون دولار. نفت وزارة المالية الألمانية ما ورد في تقرير بلومبرغ بشأن محاولة ألمانيا الضغط على مجموعة العشرين لإصدار بيان مشترك يدعو إلى كبح التحفيز النقدي. وقالت متحدثة باسم الوزارة أن التقرير ليس صحيحا وأن بلادها تحترم استقلالية البنوك المركزية. وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر مطلعة أن عددا من المسؤولين الألمان أراد أن توقع مجموعة العشرين على ورقة تنص على تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي وبناء احتياطيات لمواجهة الأزمات في المستقبل. تخلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن جنسيته الأمريكية بعدما صرح أنه حصل عليها نتيجة حادثة الولادة على الأراضي الأمريكية. وكانت الخارجية الأمريكية قد بدأت منذ أكثر من عام الإجراءات الرسمية لإسقاط الجنسية عن جونسون الذي صرح أكثر من مرة أنه يعتبر نفسه بريطانيا وأن ولاءه سيكون دوما لبريطانيا. التخلي عن الجنسية يعفي جونسون من دفع ضرائب للسلطات الأمريكية ومن التصريح عن مداخله لدائرة الضرائب الأمريكية. نكتفي بهذا القدر من الأخبار الاقتصادية ونعود من جديد إليك لانا. شكرا إليسار.
في مدينة إسلام أباد نضيء اليوم على مركز لوكفيرسا وما يسمى في باكستان بموروث باكستان الذي يجمع تحت سقفه ثقافات البلد المتعددة والغنية بتراثها وعاداتها وتقاليدها. بكر يونس. لوكفيرسا أو ميراث الشعب هو الاسم الذي اختاره القائمون على هذا المركز الذي يعمل على جمع الثقافات الباكستانية المختلفة. فهذه الموجودات التي كانت مشتتة بين أقاليم باكستان جمعت هنا تحت سقف واحد وبصورة مختلفة بين تماثيل وتصميمات ومجسمات تنطق بمختلف الثقافات الباكستانية. لوكفيرسا هو مركز لجمع الثقافات الباكستانية المختلفة ويعمل على حفظ التقاليد والعادات القديمة ودمجها في الحاضر، ونجمع أيضا الثقافات من المدن والأرياف. وتتنوع التقاليد والثقافات الباكستانية بين أقاليم البلاد الأربعة، فهنا ما يمثل البشتون، وهنا ما يمثل أهل السند، ولا ننسى ثقافتين البلوشية والبنجابية، عادات يطلعون من خلالها على الثقافات القديمة والحديثة وعلى ما تتميز به أقاليم باكستان في مأكلها وملبسها وأساليب عيشها. هنا في هذا المكان تعلمنا الكثير عن ثقافتنا وتقاليدنا القديمة في الزواج والمعيشة وأساليب الحياة، فهنا يتوافر الكثير من الثقافات والحضارات لنتعلمها ونشاهدها. يعود تاريخ إنشاء هذا المركز إلى عام 1973، حيث برز كمقصد للسياح الأجانب والزوار المحليين، فأجزاؤه المختلفة من قسم موسيقى الفولكلور وقسم المعيشة ومحتوياتها إلى قسم الأدوات والمقتنيات القديمة، كلها تساهم بنحو كبير في التعرف إلى ثقافة متجذرة ومترامية الأطراف. تتنوع ثقافات باكستان التقليدية القادمة من أقاليمها المختلفة وتجتمع هنا لتشكل وحدة ثقافية تتميز بها باكستان. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. والآن إلى الرياضة وزميلي محمد جرادي. مرحبا محمد. مرحبا لنا، شكرا لك. أهلا بكم للمرة الأولى في مسيرة نادي ديبورتيفو ألافيس في نهائي كأس ملك إسبانيا، ضاربا موعدا مع برشلونة في اللقاء الختامي. ألافيس حسم بطاقة العبور إلى النهائي في الدقائق الأخيرة بهدف وحيد بعدما تعادل مع سيلتا فيغو في ذهاب نصف النهائي. المواجهة مع العملاق الكتالوني موعدها في 27 من أيار مايو المقبل. في ألمانيا حجز بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الكأس بشق الأنفس على حساب هرتا برلين. اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين. بوروسيا عادل النتيجة في الدقيقة 48 عبر نجمه مارك رويس، يلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح وتنتهي المباراة لمصلحة دورتموند بثلاث ركلات ناجحة لاثنتين. هذا وكان شالكي فاز بسهولة على ساندهاوزن من الدرجة الثانية بأربعة أهداف لاثنين. بايرن ميونخ يحذر النجم البرازيلي داغلاس كوستا من محاولة ابتزاز النادي البافاري من أجل الحصول على راتب أعلى نهاية الموسم الحالي. رئيس النادي أولي هونس وصف إعلان كوستا تلقيه العديد من العروض الصينية والأوروبية بالمحاولة اليائسة لرفع راتبه. هونس دعا الدولية البرازيلية إلى المحاولة عشرات المرات، لكنه أكد أن جميع محاولاته ستبوء بالفشل. في المقابل دافع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن نجمه البرازيلي ونفى الشائعات عن عدم ارتياحه مع الفريق البافاري، واتهم وكيل أعماله بزعزعة علاقته ببطل ألمانيا.
احتاج كورينثيانز إلى هدف ثاني لتجنب خوض مباراة إياب أمام كالدانس في كأس البرازيل، إلا أن فريق الشعب أعاد من ملعب خصمه بالفوز بهدف يتيم. قوانين كأس البرازيل تقضي بتأهل الفائز من مباراة الذهاب بفارق هدفين ليضمن التأهل من دون الحاجة إلى خوض الإياب، إلا أن كورينثيانز اكتفى بهدف رودريجينيو الرأسي ليحتكم الفريقان إلى مباراة في الإياب تحدد هوية المتأهل إلى الدور الثاني من الكأس المحلي. في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كايلي كارفر يسرق الأضواء ب 29 نقطة من 8 ثلاثيات ويقود كليفلاند كافاليرز إلى كسر سلسلة انتصارات إنديانا بيسرز. صاحب الأرض حاول الوصول إلى فوزه الثامن على التوالي، إلا أن طموحاته اصطدمت عند حاجز بطل الموسم الماضي. ليبرون جيمس ساهم كعادته في تصدير انتصار جديد للكافز. الملك أحرز 25 نقطة وقاد معظم هجمات فريقه إلى جانب إيرفينغ، إلا أن العلامة الفارقة كانت كارفر الذي أصاب سلة ميامي من خارج القوس من كل حد وصوب. أسطورة السلة الأمريكية دانيس رودمان يعود إلى الواجهة مجددا من بوابة المحاكم المدنية بعد انتهاكه قواعد المرور. إحدى المحاكم الأمريكية حكمت على رودمان بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ مع إجباره على القيام بخدمات اجتماعية كتعويض عن الضرر الذي تسبب به. رودمان اعترف بذنبه بعد تسببه العام الماضي بحادث سير لقيادته في الاتجاه المعاكس، إضافة إلى القيادة من دون ترخيص. الخزف الكوري والثلج أساس التصميم الجديد للشعلة الأولمبية لدورة بينغ تشانغ الشتوية عام 2018. اللجنة المنظمة للحدث الأولمبي كشفت النقابة عن تصميم الشعلة وأزياء حامليها خلال مؤتمر صحفي في كوريا الجنوبية. ألعاب بينغ تشانغ هي أول حدث أولمبي شتوي يستضيفه البلد الآسيوي بعد أن سبق لسيول استضافة الألعاب عام 88. فتاة إماراتية سفيرة مبادرة هوكي الجليد للجميع. فاطمة العالي تلقت دعوة من رابطة الدوري الوطني لهوكي الجليد الأمريكي للمشاركة في تدريبات واشنطن كابيتلز. مشاركة العالي مع الفريق الأمريكي تأتي في سياق حملة ترويجية لرياضة الهوكي في مختلف أنحاء العالم. فتاة اليافعة تدربت على تسديد الأقراص مع النجم واشنطن ألكساندر أوفشكين وشاركت مع بقية اللاعبين في مباراة استعراضية. فاطمة لفتت الأنظار أمام اللاعب بيتر باندرا أثناء وجوده في أبوظبي، فسلط الأضواء عليها وتلقت بعد أن تألقت بأدائها السلس والممتع. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة، أعود إليك لنا مجددا. شكرا محمد، ونحن الآن نعود لنذكر بعناوين الظهيرة. القوات العراقية تصد هجوما لداعش شمال سامراء، وحظر تجوال في تكريت بعد العثور على سيارة مفخخة. مقتل 5 جنود أتراك في معارك مع تنظيم داعش في مدينة الباب شمال سوريا. قتل وجرح في اشتباكات للسيطرة على العاصمة الليبية بين قوات موالية للغويل وأخرى داعمة للسراج. صورة تذكارية لأكثر من 500 شخص ينتمون إلى عائلة واحدة في الصين في أكبر لم شمل أسري في العالم. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net وأيضا الميادين إسبانيول.الميادين.net باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى هنا تنتهي الظهيرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.